في الميناء لا يزال صيادو طرابلس يتناقلون يوميا قصصا عن أيام المدينة الجميلة، عن أيام الخير يقولون، الخير الذي غادر مدينتهم إلى غير رجعة تحت وطأة الفقر والإهمال والحصار السياسي، وأخيرا تحت أزيز الرصاص الذي يصل صداه من فوق من محاور باب التبانة وجبل محسن. نحن ما عندنا طائفية، لا مسلم ولا مسيحي ولا موروني ولا شيعي. والله الشغل ميت، والله الشغل تعبان، الشغل تعبان والله لو وراهم. المدينة لم تستعد عافيتها، وإن كانت الشوارع البعيدة نسبيا عن محاور القتال تحاول استعادة حركتها الطبيعية في وقت يردد الجميع كلمة واحدة: بدنا نعيش. الحياة أقصى أحلام الطرابلسيين، الحياة يحاولون انتزاعها بين هدنة وأخرى في انتظار المعركة المقبلة. اليوم الحركة منيحة والناس زهقت وتعودت بنفس الوقت، فبتلاقي كل الناس مش فرقانة مع بعض، بدها تعيش. مجرد بطل واحد يسمع رصاص أو شيء هيك، العالم بسرعة دغري بترجع بتتعود وبترجع تطلع وبتنزل عادي على الشغل وعلى القهاوي. يعني ما كنت شايفة، ما في لا حركة ولا في شيء، شلوا البلد. لكن كل محاولات العيش لا تنفع هنا. فجأة تقطع الطريق، فجأة ينزل الجيش على الأرض، الاشتباه بعبوة، يتبين لاحقا أنها حقيبة مدرسية، تفتح الطريق ويكمل أهل المدينة حياتهم الحذرة، حياة تفقد ألوانها هنا في شارع سوريا، خط التماس الفاصل بين الجبل والباب، لا حياة، الشوارع شبه فارغة والمحلات مقفلة. معركة مفهومة، معركة سياسيين لحتى يأخروا الانتخابات، يأخروها ويقعدوا على كروسيهم مدى الحياة، ولا يروح عنا شاب أو هالمدينة هيدي صارت شبه معزولة عن العالم كله. رائحة الموت تفوح من المدينة، ورغم ذلك لا يزال المجتمع المدني الطرابلسي يحاول البحث عن فسحة خاصة للسلام، وآخرها التحرك الذي أقامته بعد الظهر حملة طرابلس مدينة منزوعة السلاح، وطلبها هي أيضا الحياة، الحياة بأي ثمن.